تحية لك نبيلة ولجميع المشاهدين. بالفعل يعني تثبت التحليلات على أن حال الاقتصاد أيضا الملف الأمني كلها أمور ساعدت دونالد ترامب بالصعود، إضافة إلى ملف الهجرة هنا في هذه الولاية التي غالبا ما تصوت للجمهوريين. ولكن سنغوص أكثر في الحديث السياسي مع رئيس رعية الموارنة هنا في نورث كارولينا الأب إلي ميخائيل، سنتحدث عن ذلك مطولا. أهلا بك في برنامج اليوم على قناة الحرة. مروان عندي مشكلة، أنا ماني فلوينت بالعربي هالقد. لا ولا يهم. فيك تحكي بالدارج. قبل أن نغوص في الانتخابات الأمريكية، اليوم كان هناك لقاء تاريخي بين البابا الفاتيكان البابا فرانسيس وشيخ الأزهر. كيف ترى التعايش اليوم في الشرق؟ كيف سنرى مثل ما بيقولوا التعايش في الشرق بعد هاللقاء هيدا؟ هيدا اللي بدنا ننطر نتيجته، ولكن الإيجابية الموجودة فيه هي فكرة اللقاء بحد ذاته، خلق الحوار على طاولة اليوم بين شرق عايش بتطرف كتير صعب، بتعطي نوع من الأمل والإيجابية. فينا نقول أنه اليوم صوت العقل بعده عم بيطغي أكتر على صوت التعصب والتطرف، ونتمنى أنه بشي أكيد هيدا كلنا بنعرف بهالشرق، عنا أهلنا وقلنا جزورنا، نحن بنتمنى أنه شرق يكون شرق كله تعايش. نحن هويتنا هوية، يعني إلهنا إله شراكة، إله حوار. أبونا، بالعودة إلى السباق الرئاسي، برأيك أنت يعني كمتابع لهذا السباق الرئاسي، ما الذي يميز هذا العام السباق الرئاسي عن غيره من السباقات؟ تطرف على كل الأصعدة، حوار سياسي جدا مشنج، وبتشوف شارع عندك عايش على أعصابه نوعا ما، هيدي ما كنا نلاقيها جدا بالانتخابات السابقة بأمريكا. يعني هل توافق الرأي بأنه اللهجة في هذا السباق أصبحت أكثر حدة، يعني خاصة أنه شهدنا الكثير من الصراعات خلال الحملات الانتخابية لبعض المرشحين؟ بعض الأمريكان اللي بنسميهم لعتائهن المجزرين أمريكان بيعتبروا اليوم الحوار السياسي في أمريكا حوار بيرجعون لأيام أوروبا، إلى حوار موسوليني، إلى حوار تشرشل، إلى حوار الأشخاص اللي مرقت فكرة فعلا كانوا أشخاص تاريخية، ولكن كان في نوع من التطرف السياسي القوي. كيف تقيم أداء حملة دونالد ترامب، خاصة أنه يواجه العديد من الانتخابات، وخاصة أنه نحن نتواجد هنا في ولاية نوعا ما تميل إلى الجمهوريين؟ نوعا ما كانت هذه ولاية جمهورية تعتبر محض، ولكن في عدة عوامل غيرت هالأشياء هيدي. أولا إذا نطلع عليها هالولاية هيدي هي ولاية تغيرت كليا بتركيبتها، خاصة بعد الهجرة الجديدة اللي صار على ولاية نورث كارولينا. الهجرة منا جاية من برا، هي هجرة جاية من شمال أمريكا، غيرت اللون وغيرت الطابع الانتخابي بدون أي شك، إضافة للانفتاح بحد ذاته غير هالطابع هيدا. اليوم الحوار الحديث الانتخابي لدونالد ترامب هو إيش؟ عندك شارع مقسوم، عندك شارع مقسوم، أولا عندك شارع يعتبر بميل كليا لإله، هو فيك تعتبره الشارع الأمريكي، إذا بقول المتطرف الأمريكي كليا هو محبذ له، ولكن الشارع الثاني اللي هو اللي بخوف اكثر هو اليوم الشارع اللي اكثر الفكري، اللي ما كان شارع كان يعتبر اذا كان ريبوبليكان او ديموكرات، بنلاقي اليوم في انقسام بالفكر بين اثنين، ان كان ديموكرات او ريبوبليكان في انشطار بالفكر، ونوعا ما في تحبس عم بينقل ان كان ديموكرات لريبوبليكان ريبوبليكان، وبعض منهم عم بيصيروا اندبندنت. يعني هذا الشيء اللي بيخلينا اليوم نطلق على ولاية نورث كارولينا بعد ما كانت تصوت لصالح الجمهوريين الولاية المتأرجحة سوينغ ستيت؟ هي ولاية متأرجحة، بس مش بس نورث كارولينا ولاية متأرجحة، إذا منلاقي اليوم كمان اللي صار بنيو هامشير تعطي نوع من ألارمينج لإلنا كلياتنا، هالشي هيدا بماساتشوستس نوع من ألارمينج لإلنا، فهالشي هيدا خلق نوعا نعم في تغيير، في تغيير جذري عم
ما بدي أقول جذري ولكن فكري اليوم بالشارع الأمريكي، وهالشي بنعرف نتائجه جاية من السنين السابقة. حضرة الأب، هذا من الجانب الجمهوري ودونالد ترامب، ماذا عن الجانب الديمقراطي حيث يبرز المنافسان بيرني ساندرز وهيلاري كلينتون؟ كيف تقيم حملتهما الانتخابية؟ حسب القراءات واللي عم بتصير السياسية أنه اللي منقراها ونتبعها من آراء سياسية أو من آراء إعلامية، اليوم الشارع يميل إلى كلينتون، بنعرف هالشي هيدا، ولكن الشارع اليوم صار الديمقراطي خاصة صار يقول ساندرز خلق لنا تحدي كبير، لما حكي عن الهيلث كير ولكن لما حكي أكثر عن الجامعات الفري education، هيدا خلقت نوع من تحدي للجمهوريين بحد ذاتهم، اليوم عم بيدرسوها كيف بدهم يتخطوه أو كيف بدهم يتعاطوا معه. نعم، يعني بالفعل بيرني ساندرز أثبت بأنه منافس ليس سهل، يعني بكثير من الولايات هو كان قريب جدا وعلى منافسة ومسافة قريبة من المرشح هيلاري كلينتون، ولكن سياسي غير سهل كمان، زلمة عتيق بالسياسة وإله خطه وإله نضاله السياسي المعين اللي كلنا بنعرفه هالشي، هيدا ما رح تكون كلمة، ما رح يكون خطه الانتخابي سهل، خطابه الانتخابي، ولكن كمان في شغلة تانية مهمة بالموضوع، عمره، العمر اليوم ما عنده شيء يساوم عليه، يعني خلقوا نوع من الكاريكاتير عنه انه قال بعد 12 سنة شو كيف بيكون الرئيس بالولاية بالبيت الأبيض، حطوا هيكل عظمة، ولكن هيدا بيفرجيك انه الزلمة بهالعمر ما رح يساوم على اشياء هو بيأمن فيها. نعم بالفعل هو اكبر المرشحين سنا، ولكن كمان طرح قضايا اذا بدك اهتمت وجذبت العديد من الشريحه بالمجتمع الامريكاني، خاصه جيل الشباب، واصبح اليوم يعرف بظاهره بيرني ساندرز. لنتحدث قليلا عن هيلاري كلينتون، كيف هي شعبيه هيلاري كلينتون هنا في نورث كارولينا، في هذه الولايه التي تحدثنا انها تعطي وتميل نوعا ما الى الجمهوريين؟ الانتخابات تعطي انه اخذت حقها بالعنصر الانتخابي وبالصوت الانتخابي على الشارع، ولكن اليوم الحملة الانتخابية تبعولها جدا صعبة، خاصة هيدي ولاية تعتبر معروفة انه ميليتري بيس، مركز عسكري، واللي صار ببنغازي اليوم خلق لها نوع من المشكلة الكبيرة اللي عليها تتحدى وتجاوب عنه. نعم، هنا في ولاية نورث كارولينا بلشت تشتت علينا الدنيا، ولكن هنا في هذه الولاية وتحديدا في مدينة رالي أصبحت تثار بشكل كبير قضية حقوق المثليين. نحن لن نغوص في هذه القضية، ولكن سنتحدث عن أصوات المثليين في هذه الانتخابات. شيء أكيد المثليين اليوم رايحين 100% إلى الريبوبليكان، وخاصة بأنه خلقوا هن هالجماعة هيدا، قالوها انه اصواتنا اللي عطيناها للديمقراط او اثبتت باوباما جاي ماريج، اليوم ما بقى في الا من هيك، صار يقولوا انه حتى الريبوبليكان اذا اعلنوا الشعار الابيض والاستسلام ما رح يقدروا يرجعوا يوصلوا لهم. هل برأيك يعني بعد اليوم، يعني كل الاستطلاعات الرأي تشير، بعرف شتي معلش تحملنا بعد دقيقتين، كل استطلاعات الرأي تشير إلى يعني ترشيح دونالد ترامب من الجانب الجمهوري وكلينتون من الجانب الديمقراطي، هل برأيك ممكن ظهور مرشح ثالث ربما يكون مستقل؟ باختصار عم بينحكى بوجود مجرد مرشح ثالث، والمرشح الثالث حتى يخلق نوع من توازن. نعم، الأب إلي ميخائيل شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا إلى هنا نصل إلى ختام هذه الفقرة المباشرة من مدينة نورث كارولينا وتحديدا من العاصمة رالي، عودة لمتابعة بقية فقرات برنامجنا، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا.